سي دون قناة شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في منطقة الحي الحسني خلف مؤسسة تعليمية، وللأسف واحد شابة مريضة نفسيا وكتظهر عليها أثر أنها ماشي بعقلها، وكتبات في الزنقة في هذه البلاصة في عز البرد شتا ولا حنين لا رحيم. هاد السيدة الإخوان كتشعل العافية في هاد الصور اللي كتشوفو حداها، كتشعل فيه العافية ولات كتشكل خطر على نفسها. بلا ما نهضرو على تخسر الهضرة وكتحيد حوايجها، هادشي ولا كيجي الناس عادي، ولكن راه ولات كتشكل واحد خطر كبير على نفسها. السيدة شوفوا فين كتبات، ما جا سول على حتى شي واحد، والسلطات المحليه راه فايت داوها للمركز الايواء بسيط من الليل ورجعت لهذا المكان بالضبط. كاينه ساكنه هنا والسيدة راه كتشكل خطر كبير على راسها، غير الناس والحباب هما اللي كيعطيوها تاكل، كيهبطوا ليها الماكله حوايج حتى هما كيعطيوهم ليها، ولكن حتى لين غادي تبقى هاد السيده في حالة الحاله حتى لين. كنتمنى هاد اللايف يوصل للعائله ديالها او لا شي حد كيعرفها او للناس ديال الحمايه الاجتماعيه باش يدخلوا على الخط ويتكلفوا بهاد البنت هاد، يمكنش تبقى بحالك. الوحوش الادمي راكم كتعرفوهم، مور 12 الليل راه كيبقاو غير هما، قدر الله يسر يجي عندها شي واحد يتكرفص عليها هنا في هاد البلاصه هادي بالضبط، اولا يديها صحه لشي خلا ويتعدى عليها، وهادشي اللي ما غنبغيوش. فكنتمناو شي تدخل قبل وقوع الكارثه، وديك الساعه غيتمو جايين جميع المسؤولين. اليوم في الصباح لقى واحد المتشرد ميت في واحد الجرده، واكيد غيكون مات غير بالبرد وبالظروف اللي كيعيش فيها. حتى هاد البنت هادي اللي كتشوف فيها غدا ولا بعد غدا حتى هي سمعوا عليها شي خبر بانها ماتت بسبب البرد او لا شي حاجه بحال هكا. الله يشوف من حالها والله يطول في عمرها والله يجيب لها الشفاء. فكنتمنى الناس يبارطاجيو هذا اللايف، لان السيده راه كتبات حدا مؤسسه تعليميه، كيجيو لها وليدات صغار، الله يستر تقدر تضرب شي دري صغير او لا تشعل العافيه في المدرسه لداخل. السيدة ماشي الخاطرة، السيدة مريضة، ولكن مع من غتهضر وشكون هما هاد الجهات المسؤولة اللي غيقدروا على انهم يتدخلوا. ونزيدكم واحد الحاجة، كاينين اشخاص مجهولين كيهزوا المختلين عقليا، كيهزوهم من منطقة وكيجيبوا لمنطقة اخرى عفوا، بحال مثلا سبيل المثال اونفا والحي الحسني او للرحمه والحي الحسني. كاينين اشخاص يعني مختصين في هادشي، كيهزوا واحد ماشي بعقله كيهزوه في طوموبيل وكيدخلوه للحي الحسني، كيحيدوه من عندهم هما وكيدخلوه للحي الحسني. وهادشي راه كيشوفوه الناس المسؤولين وعارفينو الناس المسؤولين، ولكن مازال ما تضبطوش هاد الاشخاص اللي كيديروا هادشي، مازال ما تضبطوش قيط، يعني مازال ما حصلوش في حال التلبس. كيهزو واحد مريض وكيجيبوه لمنطقة الحي الحسني باش الحي الحسني يتكلفو به. وإلا جينا نشوفو راه مكيناش غير السيدة، كاينين بزاف ديال الأشخاص بحال السيدة وعلى نفس الحال. الله يدير لهم شي تاويل ديال الخير. اللي غنطلب منكم هو تبارطاجيو هاد اللايف من أجل السيدة، لأن الناس ولاو خايفين عليها، لو خايفين لا توقع لها شي حاجه خايبه
لو خايفين لا تأذى السيدة هذه. شوفوا مسكينة في ناصرة حويجة، شوفوا فين معلقة حويجة، شو ما مسكينة مريضة راه مغطية غير بالميكا، ما عارفش واش كتبان ليكم ولا لا، مغطية غير بالميكا وحالتها حالة ديال بصح. كان شي جمعيات تدخل من أجل إنقاذ الشابة هادي من الزنقة، زنقة راه صعيبة ديال بصح، الرجالة وغلباتهم الزنقة، الرجال وتعرضوا لاعتداء في الزنقة، فما بالك بالنساء. الناس اللي كيسولوا على فين كتواجد، كتواجد في بلوك دي الحي الحسني خلف دراس بنو هشام.